السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. إزيكم؟ وحشتوني، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وأنتم بخير. موضوع فيديو النهاردة اللي هو الفرد ده أو الزغلول ده، أنا طلعت لقيته من يومين، طلعت لقيته فاتح بقه ومش عارف يتنفس، أو هو مش عارف يتنفس، هو فاتح بقه. انت تفتكر ان هو عنده مرض تنفسي، لكن هو الحمد لله ما فيش مرض تنفسي ولا حاجة. انا لقيت في البق كده، لما فتحت بق الحمامة او بق الزغلول ده، لقيت فيه من الداخل حاجات بيضة اللي هي تجبنات. طبعا انا عالجت الحمد لله الفرد بنسبة كبيرة جدا، اتعالج، لكن برضو احنا هنكمل علاجه. فتحت الفم بالطريقة دي، لقيت ان في حاجات بيضة في الداخل، مازال في بسيطة اهو، لكن انا هقول لك انا اتعاملت مع الحكاية دي ازاي. انا اعطيته علاج لمدة يومين، وما زلنا هنكمل معاها علاج في الفترة اللي جاية دي. هنكمل العلاج لمدة من 5 إلى 7 أيام. انا هقول لك انا اعطيته ايه، وهنستمر معاه المدة دي ازاي وبعد كده. لكن قبل ما نبدأ، اعمل لايك للفيديو علشان يوصل لمعظم المشاهدين. كمان كان الفرد، انا نسيت اقول لك، الزغلول كان فيه كمان اللي هو الحصلة مليانة مية، مية سخنة. لما تمسك الزغلول كانت المية اللي فيه كانت بترجع كده، بتلاقي بيرجع مية. طيب انا اتعاملت معاه ازاي اليومين اللي فاتوا دول، عشان مش هنعمل فيديو طويل، نعمل فيديو قصير المرة دي. انا كان عندي الكوليستيزول ده اللي هو مضاد سموم، ده العبوة دي ب35 جنيه، ومعايا امريزول دايما اللي هو عندي ما بستغناش عنه. يبقى لازم، اتفقنا زي ما اتفقنا، لازم يكون عندك مضاد السموم ولازم يكون امريزول او فلاجيل. الاثنين دول لازم يكونوا موجودين دايما عندك في الغية او في التربية اللي انت بتربيها. طيب انا عملت ازاي؟ انا جبت سنتي من كوليستيزول ده او مضاد السموم مع امريزول. طيب انا هقول لك، لما مش هتقول لي مفيش الكوليستيزول ده عندنا مضاد السموم ده، هقول لك في اي بديل بيطري مضاد سموم برضو عبوة زي كده. بلاش مفيش عندك دي، طيب عندنا، انا معايا النهاردة خلي التفاح اهو بديل ثالث. طبعا امريزول او فيلاجيل موجود في كل البلاد، اللي مش موجود عنده هتلاقي باسامي تانية، المهم هو مطهر معوي. اخواننا اللي في دول الخليج عندهم باسامي تانية، مطهر معوي. طيب هنجهزه ازاي وهندي الحمام ازاي؟ هندي في الزغلول الحالة المصابة، طبعا بنعزله اول في سلاكة زي ما شفت حضرتك كده في سلاكة لوحده، وبناتي الحمام التاني جماعي. هنعطي ده ازاي وهنعطي ده ازاي، هنشوف مع بعض. طبعا حضراتكم كلكم عارفين ان انا بربي جماعي، يعني الحمام سايب كده في اوضة. انا النهاردة هستخدم ايه اللي هو متاح لكل الناس، خلي التفاح. ما كانش خلي التفاح، يعني هقول لك خلي عادي، لو هتقول لي مفيش برضو خلي التفاح، لكن هو خلي التفاح افضل. هنحط في على اللتر المية 5 سنتي، هنشوف اهو معايا السرنجة، حط 5 سنتي من خلي التفاح. هي السرنجة دي كبيرة، عاير 5 سنتي من خلي التفاح كده، مع 5 سنتي فيلاجيل. او مفيش معاك سرنجة حتى، اعمل بالغطا. هو غطا تقريبا بيبقى حوالي 5 سنتي، الغطا من سواء ده او الغطا ده. هنرج اول الازازة كويس، نأتي 5 سنتي على لتر المية. بس خلي بالك لازم يكون الحمام معطش الحمام، لان الفيلاجيل والخل الاثنين الحمام مش بيحب طعمهم، فمش هيشرب المية، يبقى مش هيجيب نتيجة. يبقى الافضل حتى لو انت عندك في سلاكة، الافضل ان انت تعطي في الفم مباشرة. لكن انا بقول للي مربي جماعي، اللي مربي جماعي هيعمل كده ويكون معطش الحمام. تمام، يبقى كده دي الجرعة 5 سنتي في الجل وخمسة سنتي خلي التفاح او اي مضاد سموم، ده للجماعي. بنحط عليهم المية وبنستمر عليها من 3 إلى 5 أيام، ولو الحالة شديدة ممكن تستمر عليهم ل7 أيام. تمام، احنا شفنا حالة واحدة بس. طبعا انا مستمر على الحكاية دي
كل شهر 3 ايام. لكن انا لما ظهرت عندي الحالة دي اعطيت جرعة طوارئ للحمام كله، اديت للفرد المصاب في الفم مباشرة واعطي للحمام كله جماعي. يبقى كده ده للجماعي، وهنجيب بقى الزغلول المصاب وهنشوف هنعطيله ازاي. طيب الزغلول المصاب اول نجيب عبوة ونعمل فيها، نجهز فيها ده للفرد المصاب. هنحضر تحضيرة كده نعملها له، نخفها له بمية اللي هو امريزول، السنتم الامريزول او فلاجيل زي ما قلنا ما فيش فرق، او اي مطهر معه هتلاقيه في بلدك سنتي من امريزول اهو، نجهزه كده في المية. بس اقول لك على طريقة تحضيره، اول بتفكه في شوية مية الاول تقريبا اللي هو الزغلول هيشربها او الفرد الحمام هيشربها، حوالي 10 سنتي 20 سنتي اللي الزغلول هيشربها. بس تدوب الاول الخلق الفلاجيل لوحده كده علشان بيتفاعلوا مع بعض وتلاقوهم عملوا كلاكيع، فتعملوا كده. بعد كده تضيف عليهم اللي هو السنتي الخل التفاح او مضاد السموم اللي انت هتضيفه. انا معايا زي ما قلنا النهارده خل التفاح هشتغل بيه، حط برضو سنتي منه بعد ما حطيت المية وقلبتها مع الفلاجيل اهو، هنضيفه كده السنتي تمام ونقلبهم كويس تمام اهو، سحبناهم نقلبهم ونسحبهم ونعطيهم للزغلول سواء خدهم في سرنجة او في سرنجتين، المهم هنعطيله الكمية كلها. ده الزغلول المصاب اللي احنا بنعطي الحمام كله بسببه، وهنعزله برضو نستمر في عزله وهنستمر معاه في العلاج من 5 ل7 ايام علشان هو كانت حالته صعبة. هندي كمية المية كلها اللي فيها الدواء ايا كانت هنعطيها 5 سنتي 10 سنتي 20 سنتي، المهم تديله الدواء. فكناها احنا قلنا في حوالي 10 سنتي، هي زادت شوية بس برضو هنعطي المية كلها تمام اهو كده. عطينا الفرد بسم الله ما شاء الله جاب نتيجة. لو كنت تشوفه في البداية كان بقه ده مفتوح مش قادر يتنفس من التجبنات اللي في الفم. طبعا نظفت التجبنات بريشة، هوري لك ازاي بالطريقة دي يا جماعة. جبت ريشة نظيفة وريشة نظيفة جدا اهو تمام. فتحت فم الطائر ده طبعا في البداية اول ما ظهرت الحالة اول ما شفتها جبت عملت كده وشلت التجبنات اللي ظاهرة في فم الزغلول او الحمامة ايا كان، هتشيل الحاجات البيضة اللي جوه بالريشة زي كده، او انا بقول لك ريشة ليه، او السلكة بتاعت الودان اللي تلاقيها هتشيل بيها اهو. مازال كان فيه لسه شوية اهو، شوف اللي طلعت مازال كان فيه اهو، نظفنا طلع على طرف الريشة اهو، مازالت لسه فيها بقايا، لكن كان هنقول بق الحمامة ده مليان لدرجة ان هو ما كناش عارفين نشيله، كان لازق جدا، لكن بعد يوم من العلاج بدأ ينضف اهو، بدأ يطلع بسهولة بالطريقة دي يا جماعة. يبقى بالطريقة دي عالجنا تجبنات الفم اللي هي او انتفاخ الحوصلة بالمية او بالهواء، سواء بالمية او بالهواء، الحالة دي كان فيها مية، او بيقول عليه اللي بيظهر في حلق الزغلول الابيض ده بيسمى نقول عليه الكنكر تمام. يبقى احنا عالجنا الموضوع ده بابسط حاجة عندنا الامريزول والخل التفاح، امريزول او فلاجيل يا جماعة زي ما قلنا مش فارقة، وخل التفاح. يبقى عالجنا الحالات دي علاجها خلاص عرفناه، ولازم يكون عندك الحاجات دي مضاد سموم وفلاجيل او امريزول او خل التفاح بدل مضاد السموم او الخل العادي، اي مضاد سموم لازم يكون عندك في الغية تستخدمهم 3 ايام في الشهر. ان شاء الله مش هيحصل الحكاية دي، واستنانا الفيديو القادم هنقدم لك حاجة مضاد فيروسي للجدري ومضاد من مرض الروشة. استنانا الفيديو القادم، اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.